استكمالا لجهود مؤسسة حياة كريمة في مساعدة الشباب ودعمها، استمرت المؤسسة في إطلاقها للملتقى التوظيفي على مستوى المحافظات من ضمنها محافظة الدقهلية التي شهدته ليفتح أبوابه لاستقبال أصحاب المؤهلات والتخصصات المختلفة لتوظيفها وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل من خلال 78 شركة خاصة. النهاردة أول يوم في الملتقى نفسه بحضور أكثر من 75 شركة خاصة موفرة أكثر من 5000 وظيفة. احنا النهاردة في ملتقى توظيفي في أكثر من 4000 فرصة عمل، بيشترك في هذه المنظومة وهذا الملتقى 78 جهة وشركة ومؤسسة، بيعاونهم طبعا وزارات وجهات على رأسهم مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني. دعينا عن طريق لينك كل الشباب اللي هم عندهم رغبة ان يشاركوا في الملتقى، على اساس ان طبعا حاجة بنقوم بتأهيلهم عشان يقدروا يتمكنوا ان شاء الله من الحصول على الوظيفة المناسبة ليهم. على مدار يومين يستمر الملتقى التوظيفي واستقباله لشباب وفتيات قرى ومراكز المحافظة ليكون عونا في تمكينهم وسد رغباتهم تجاه توفير أشكال مختلفة من الوظائف داخل المحافظة وخارجها. أنا سمعت عن الملتقى التوظيفي لمحافظة الدقهلية على طريق الإنترنت وجيت وقدمت. حاجة جميلة جدا حياة كريمة بتقدمها النهاردة، ملتقى جميل مجمع شركات كتيرة، حاجة تشرف بجد. إن شاء الله يا رب نوفق ناس كتيرة في الملتقى وتكون حياة كريمة دايما سبب في توظيف ناس كتير إن شاء الله. أنا بشكر حياة كريمة إن هي بتساعد الناس فعلا تشتغل وتلاقي فرصة شغل. أنا بشكر حياة كريمة وربنا يوفقهم في اللي جاي إن شاء الله ويكرمهم إن شاء الله. حياة كريمة بجد سهل لنا الموضوع قوي، في شغل كتير قوي متنوع بالنسبة للبنات بالنسبة للشباب، ما همش مفرقين بين ده وبين ده، وبحب أشكر حياة كريمة قوي. إقبال متزايد ومشروع خدمي يواصل العمل ليصل إلى كل المحافظات، سعيا توظيف كل الشباب من الجنسيين داخل منشآت القطاع الخاص، مما يساهم ذلك في الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.